اعمل نوع سلطه اسمه تشيكن سلاد هواي او سلاد تشيكن هواي، حلوه قوي، هيبقى فيه تفاح وهيبقى فيه اناناس وهيبقى فيه فراخ مشويه وحاجات حلوه قوي. عندي صدرين من الفراخ المشويه، صدرين احنا طبعا وريناكم قبل كده مرارا وتكرارا ازاي بنشوي الفراخ، وعندي كمان 3 قطع من الاناناس الكمبوت واتنين ثمرة تفاح اخضر متقطعة شرايح، وكمان عندي 2 معلقة بقدونس، نص كوباية من المايونيز ونص كوباية من الكريمة ومعلقة خل ومعلقة لو 2 معلقة من المستردة وخس وشوية طماطم شيريه. وقبل ما نعمل اي حاجة نروح نوريكم الفطيرة اللي احنا عملناها قدامكم بشكلها الرائع الجميل. بسم الله اهو، عشان تعرفوا ان احنا ما بنعملش من وراكم اي حاجة. شوفوا الشكل، شوفوا الجمال. هنسيبها طبعا مش هنقطعها، بس هنسيبها تبرد خالص وبعد كده نخلعها من الفورمة بتاعتها، لو خلعناها وهي سخنة ممكن تتكسر معانا. تمام، نرجع تاني للسلط بتاعنا او سلط هواي بتاعنا. هناخد، وريتكم قبل كده بنشوي الفراخ ازاي، بنحط عليها معلقة صويا صوص وشوية زعتر، وكمان بنحط عليها شوية زيت زيتون وملح وفلفل تتشوي معانا بالشكل ده. هناخد اول حاجة الدريسنج بتاعنا، الصوص اللي هنقلبه في النهايه مع الحاجات. هناخد الكريمه، كريمه لباني والمايونيز وكمان المستردة. ده صوص اهو عشان ما حدش يسال، ده صوص قريب من الفرنش دريسنج اللي هو الصوص الفرنساوي اهو، بقول صوص قريب جدا من صوص الفرنش دريسنج. ما حطيناش الخل اهو، وندوب كله وبعدين نقلب كله زي ما انتم شايفين كده لغايه ما تدوب معانا كل الحاجات الموجوده. هجيب مضرب اسرع علشان خاطر ناخد شويه وقت. تمام، نضرب كده بسرعه كده. بقى عندي الصوص بتاعي او الدريسنج بتاعي، هناخد عليه شويه ملح ومش هنحط فلفل خالص علشان خاطر الفلفل هيغير لونه. تمام، هو ده. نعمل ايه بعد كده؟ ناخد الحاجات الاساسيه اللي هي زي ما هنشوف مع بعض اللي عايزه تتشرب بالصوص ده. هناخد الاناناس والتفاح وكمان الفراخ بتاعتنا ونقلبهم مع بعض يتشربوا الاول من الصوص. طب ما انت ما حطيتش يا شيف يسر الطماطم. الطماطم يا جماعه عايزه دقيقتين مش اكتر من كده علشان خاطر تتشرب بالصوص. اه بصوا بقى، ده الفراخ متقطع. هو ينفع اكل الاكله دي؟ ممكن ناكلها على الغداء او العشاء، الناس اللي بتعمل دايت ياخدوا بس معلقه من الصوص ده ويحطوها على الكميه دي وياكلوا بالهنا والشفا، وقد ايه هتبقى لذيذه. انا بقى خلاص اللحمه بتاعتي دخلت في التسويه، خلاص هشيلها ها نوديها هناك. ها يا محمد، جميل. وانا هنا بقلب لسه مع بعض الخليط بتاعنا اللي عايزه يتشرب من الصوص بتاعنا. هنحط كده عليه او نضيف عليه الدريسنج بتاعنا ونقلب كله مع بعضه. يا جماعه الموضوع اسهل مما تتخيل. نسيبها قد ايه في الموضوع ده؟ نسيبها على الاقل ربع ساعه عشان كل قطعه من الفراخ واللحمه، الفراخ والتفاح والاناناس تتشرب بالصوص بتاعنا ده. حلو قوي. خلاص كده هنضيف عليها شويه من الطماطم الشيري كده، ونضيف شويه من البقدونس، وتبقى عندي احلى سلطه ممكن اكلها. شيف يوسف انت بتجيب لنا سلطات غريبه وشكلها يعني التفاح الاخضر ده مزز هيتناسق مع السلط بتاعنا. اما الاناناس، الاناناس ده بيتحط في حاجات كتير قوي، في اكلات كتير جدا اهو، زي ما بقول لكم بيتحط في حاجات كتير جدا في الاكلات، فعشان كده هو ده اللي هيبقى سنه مسكر بس. خلصنا، هنروح على الطبق خاص اهو. عايزين تحصوا كمان شويه من خاص الكابوتشا معاه، مفيش مشكله، بس انا طبعا جايب خاص كده لاتوجه اللي هو الاحمر ده، بلاش اسامي ولا مسميات. ونحط هنا السلطه بتاعتنا. طبعا انا طلعت لكم من شويه التارت بتاعنا او الفطيره بتاعتنا، وانا طبعا بجد 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 ببقى سعيد ان احنا نعرف حاجه جديده. هنفرد كده شويه صغيره، وهناخد بقيه الطماطم الشيري على الحروف. تمام كده،
وفي حته تفاح كده عليها حته طماطميه، هبقى اوريكم قطعناها ازاي. لذيذه دايما بتتحط في الحلويات، بس احنا حطيناها النهارده في السلطه بتاعنا. هنحطها كده وشويه بقدونس، رشه بقدونس. طيب هو ده يتاكل معايا يا شيف يسري. لو انتوا عايزين تاكلوا معاه حاجه جميله ولذيذه، هنجيب العيش الباجت، او نجيب كمان العيش البلدي او العيش الشامي، نحمصه ننشفه وتتاكل مع سلطه دي. يبقى احنا كده كلنا مع بعض وجبه متكامله، يعني كلنا مع بعض وجبه متكامله. عايز اقول لكم بس ان احنا عملنا في دقيقتين سلطه حلوه قوي، مكوناتها لذيذه، فيها اناناس، فيها تفاح، فيها كمان طماطم شيري، والدريسنج او الصوص بتاع التتبيل كان عباره عن مايونيز، مستردة، خل، كريمه، قلبناهم كلهم مع بعض مع شويه ملح صغيرين، وخلطنا الخليط ده مع الفراخ ومع التفاح بالهنا والشفا. دايما ببقى سعيد وانا بقدم لكم حاجه تعجبكم. عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونوريكم كل اللي احنا عملناه. ولكن اوعوا تنسوا ان التعليم والحاجات اللي انتم بتطلبوها كلها موجوده في مطبخ الحامي على الشيف يسري بعد الفاصل.